ثلاث امور هتحصل لك او هيحصل لك حاجه منها لو رايت في المنام دم الحيض. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه دايما يا رب. طبعا في البدايه لا حياء في العلم يا جماعه، واما نتكلم في دم الحيض في المنام دي مش حاجه عيب او حاجه كده، لان دي رؤيه وبيبقى ليها تفسير. لا حياء في العلم ومفيش حاجة اسمها كسوف في العلم او كده. فالنهاردة ان شاء الله انا هكلمكم على ثلاث امور هيحصل لك حاجة منها لو رأيت دم الحيض في المنام. بس في البداية اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعي لي دعوة في التعليقات بالتوفيق. وعشان ما اطولش عليكم يا حبايب قلبي هبدأ على طول في ذكر التفاصيل والتفسير والثلاث امور بالكامل ان شاء الله. في البداية قبل ما هبدأ الثلاث امور محتاج نفرق او محتاجين نفرق بين حاجتين او ثلاث حاجات كمان. في فرق بين ان انت تشوفي دم الحيض، ان انت تشوفي دم الحيض ده بالشكل الطبيعي يعني بالمقدار الطبيعي العادي، او ان اشوف دم الحيض في المنام غزير جدا نازل فيه دم كتير جدا، او اشوف دم الحيض على ملابسي يعني على ملابس الظاهرة. فما نيجي نفصل الثلاث امور اللي هيحصلوا لك لو رايتي دم الحيض في المنام، هنلاقي ان اول حاجه هتحصل لك لو رايتي دم الحيض في المنام هو الرزق والتيسير في حياتك ان شاء الله. يعني لو رايتي المنامات اللي انا قولها لك دي اعرفي باذن الله ان هيجي لك رزق وتيسير في حياتك باذن الله، وللحامل سهوله في الولاده، وللعامله يعني للست اللي بتشتغل يعني زي ما بيقولوا كده هتنتقل لمرحلة أعلى أو هتتسهل حياتك، راتبك هيزيد هيجيلك فلوس كده. وده لو رأيتي إن في دم حيض نزل يعني كده وكان بالمقدار الطبيعي، يعني دم حيض عادي وكان نازل وكان بالمقدار الطبيعي، يعني حاجة طبيعية ما فيهاش أي حاجة غريبة. فده بيدل زي ما قلت لكم يا جماعة على الرزق والتيسير. أما تاني أمر هيتحقق أو هيحصل لك لو رأيتي دم الحيض في المنام هو للأسف إن أنت هتدخلي مرحلة في حياتك مليئة بالضياع والتشتت. والمنام ده جاي لك بمثابة تحذير إن لازم تخلي بالك من إن أنت في المستقبل يعني في الوقت اللي جاي ده والوقت الحالي، خلي بالك وركزي في كل أمر في أمور حياتك، لأن المنام ده بيحذرك إن أنت هتدخلي في مرحلة مليئة بالضياع ومليئة بالتشتت. فأي حد يشوف المنام ده يحذر جدا. وده لو رأيت دم الحيض كان على ملابسك، يعني دم الحيض كان على ملابسك الظاهرة على القميص على البنطلون كده، فالرؤية دي زي ما قلت لكم رؤية بتحذر. أما تالت حاجة تحصل لك لو رأيتي الدم الحيض في المنام هو بداية جديدة أو الحصول على شيء جديد. يعني لو رأيت المنام اللي أنا أقولهولك ده بيدل إن شاء الله إن أنت هيبقى في بداية جديدة أو هتاخدي أو هتحصل على شيء جديد في حياتك، سواء الشيء الجديد ده كان عمل جديد او لو الفتاة عزباء حلمت الحلم قد يدل سبحان الله على بداية جديدة بزواجها. وده لو انت رأيتي ان دم الحيض كان نازل وكان غزير جدا، يعني شفت دم كتير جدا، فالرؤية دي بتدل على البداية الجديدة او بتدل ان انت هتخشي بداية او هتخشي مرحلة جديدة في حياتك. فبس كده يا حبايب قلبي يكون الفيديو خلص ونكون خلصنا التفسير. اتمنى تكونوا استفدتوا بالتفسير يا حبايب قلبي. اسال الله ان يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.